Centre Mohamed Hassan Louazani pour la démocratie et le développement humain. شكراً الدكتور إدريس الدكتوري على هذا العرض الجيد والذي استطاع من خلاله أن يبرز لنا حقيقة جلية وهي عودة الدين إلى الواجهة. نعم نحن في بلداننا الإسلامية نعلم هذا، الدين كان دائما مكون أساس في المجتمعات، وعلمنا أنه منذ الثورة الفرنسية مثلا 1789 مع سقوط الملكية كان كذلك عودة إلى العلمانية ومحو الدين من الواجهة من المجتمع من الفضاء المشترك المجتمعي. ولكن اليوم هناك عودة قوية، هناك بصمة ظاهرة للدين في المجتمعات كهوية كرمز كمرجعية كأساس يستند إليه الآن هؤلاء الناس لإبراز وجودهم لفرض وجودهم وكذلك على حسب مخيلهم لمواجهة مد هم يعتبرونه أنه مد يغزوه وهو الإسلام ومن خلاله ثقافة وحضارة وكذلك تدين. إدريس تكلم عن كثير من المفاهيم حول هذا الرجوع سواء في دول المشرق، تكلم عن بورما، تكلم عن الصين، تكلم عن الشرق الأوسط، تكلم عن أوروبا بالخصوص لأن نحن معنيون بها كثيرا لأن حياتنا مرتبطة بهذا العالم. لن أعيد كل ما كتبته ولكن نفتح المجال للتساؤلات، نفتح المجال في الأسئلة، نفتح المجال للاستفسارات، لأن على ما أدركته من مداخلة إدريس فهو أعطانا فقط خطوط عريضة وهذا ذكاء منه لكي نرجع إلى بعض الأفكار لكي نعمق فيها السؤال لكي نفصح عن بعض المفاهيم التي هو أدرى بها. فلكم الكلمة، تفضل. لا ألف بيناتكم الخير. غادي نطلق من الكلمه ديالكم سي عبد الله، عندما قلت ان عندما ربطت واحد الحقبه التاريخيه بانهيار المعسكر الشرقي وقلت ان بدايه ديال ظهور ما يسمى بالاسلام السياسي او ما يسمى ظهر مع انهيار المعسكر الشرقي لان لا المواجهه بين لما الاسلام السياسي ظهر اكثر من قرنين قبل هذا سأعقب هنا لان ظهور الاسلام بتلك الصوره كان له ما يبرره خصوصا ان الاسلام هو الذي كان سببا في انهيار المعسكر الشرقي وغير خفي علينا ان الحرب بين افغانستان التي استمرت عده سنوات هي التي كانت سببا في انهيار المعسكر الشرقي، كيف ذلك؟ لان المعسكر الشرقي او الاتحاد السوفيتي في الفتره ديال الثمانينات كان يحاول اعاده البناء او ما يسمى بسياسه البريسترويكا. هذه سياسه اعاده البناء في وبالخصوص في 87 كانت في مواجهه الحرب في افغانستان التي كانت تستنزف الكثير من الموارد الماليه للدوله. فعندما انهار المعسكر الشرقي فكر العالم كله ما هو الخطر القادم الذي سيغزو العالم. فكان هناك اما الخطر المد الاصفر والمقصود به هو الصين، وكان هناك المد الاخضر والمقصود به هو الاسلام. فماذا وقع فيما بعد؟ بالنسبه للمد الاصفر لم يكن مهتم بالهيمنه على الهيمنه السياسيه على العالم، كان مهتم فقط بالهيمنه الاقتصاديه، وكان يريد ان يخرج من القوقعه التي تركه فيها النظام الشيوعي. فكان المد الذي جاء فيما بعد هو المد الاخضر. فكانت بوادره مع ربما بين قوسين مع الازمه العراقيه عندما غزا كانت هناك نقطه تحول في الازمه العراقيه كلها.
فكانت أول مؤشرات هي عندما أراد صدام حسين في ذلك الوقت أن يحول الحرب من حرب سياسية إلى حرب دينية، فقام بكتابة الله أكبر على الراية العراقية، وقام بتوجيه صواريخه إلى تل أبيب. وكانت هنا ما الغاية من ذلك؟ هو استمالة الرأي والتعاطف التعاطف المسلمين معه. باختصار هناك تكلمتم عن أيضا عن الكنيسة، الكنيسة الأرثوذكسية. بالنسبة للكنيسة الأرثوذكسية، بحكم أني كنت في فيدرالية روسيا وعاشرت هنا، أن الدولة الروسية أصبحت دولة لم ترد معتقدات الاتحاد السوفيتي، ولكن أصبحت دولة دينية بامتياز. كيف ذلك؟ حتى أن شعار الدولة في 2000 تحول من شعار للمجدل والمطرقة إلى شعار الدولة، شعار يحمل بعض العلامات مثل كالقديس جورجيس وأيضا العديد منه. فهنا هذا تعقيب لكي لا أطل الحوار، سأتكلم عن العلمانية التي ذكرتموها. لا غير سؤال. سؤال سؤال سؤال. كاين الناس باغيين يتكلموا، ما يمكنناش محاضر واحد. سؤال في العلمانية. سؤال في العلمانية. العلمانية هل هي صالحة لكل الديانات أم هي ترتبط فقط بالديانة المسيحية؟ خصوصا أن البوادر الأولى للعلمانية والظهور الأول ظهر في الديانة المسيحية، ونعلم أن الديانة المسيحية هي تختلف في تكوينها عن الديانة الإسلامية. لماذا؟ لأنها لم تهتم يوما ما بالتشريع، ولكن تهتم دائما بالإيمان وبالإيمان. هذا هو السؤال. شكرا. أشكر أستاذ فاضل على عرضه القيم. سؤالي، تكلم الأستاذ عن العلاقة الأم بالدين، كيف يمكن أن يحل العلم مكان الدين؟ والعلم نعرف أنه يخطئ ويتعرض لعوائق قد تسبب له في الخطيئات أو في إعادة سبب مفاهيمه. كيف يحل العلم مكان الدين الذي معروف أن الدين إذا كان يعني معروف أنه لا يخطئ؟ لا يمكن أن هذا مطلق الأخر نسبي. نعم. سؤال ثاني، وأنا أستغرب للعرض القيم الذي لم يتعرض لأطروحة دريدة في الدين، علاقة الدين بالدولة، والذي يقول يعني أن الدين يجب العودة إلى الدين بدون تعصب. أتمنى من الأستاذ أن يشرح لي يعني يفكر أن هذا سؤال الأخير، هل يمكن الحديث عن عودة الدين في العالم العربي خصوصا المغرب؟ يعني ما علاقة الدين بالدولة؟ هل يمكن أن نفصل الدين عن السياسة؟ وشكرا. شكرا للأستاذ على هذه المحاضرة القيمة، ولي سؤال كثير ألا وهو هذا التقدم البارز في الغرب، هل بفضل العلمانية أم بفضل الديمقراطية أم بفضل ما معه؟ يعني قلت بأن 2050 فعلا سيفتح الإسلام أوروبا كلها وفرنسا خاصة، والهوية المسيحية والعلمانية في فرنسا ستتراجع إن لم يكن يعني في أفول. لكن إذا قارنا العلمانية في الغرب والعلمانية في العالم العربي نجد اختلاف. يعني أن العلمانية في العالم العربي تقنع تدين، تريد استئصال الدين، تريد استئصال الدين أو تناول إلى حد ما وتقنع المتدينين بحجة أنهم يمزجون بين الإسلام والدين. فنلاحظ أن العلمانية عندنا إقصائية استئصالية، في حين الواحد العلمانية في الغرب تفسح المجال للمسلمين ليبشروا بدينهم. والدليل على ذلك الإقبال متزايد في الغرب رغم الظاهرة الإلحادية الموجودة حاليا لا في الغرب ولا عندنا. والسؤال التالي باختصار، هل العلمانية في الغرب
تختلف عن العلمانية في العالم العربي، لأننا وجدنا العلمانية في العالم العربي أخفقت وفشلت على جميع الأصعدة، سواء باسم القومية، سواء باسم الليبرالية، سواء باسم الاشتراكية، سواء باسم الأمازيغية، باسم أي شيء. إذا بالتالي أنا أعتقد أن العلمانية في أفول، والمجتمعات الإسلامية خاصة لا تقبل على العلمانية وتأخذ منها موقف باستثناء تلة من المثقفين المستغربين المستلبين، ليس إلا وتنى. وشكرا. شكرا. Je remercie les conférenciers pour cette excellente conférence. Et je voudrais seulement, je n'ai pas de questions, je voudrais seulement faire quelques réflexions, si vous le permettez, au sujet de... Oui, merci. Au sujet de la, du retour de ce que vous appelez le religieux. Alors pour moi, moi je suis marocain, je suis marocain, je ne suis pas pratiquant. Et même mes parents, tout mon entourage est pratiquant et tout ça. Alors, pour le religieux, je constate que qu'il va, le retour du religieux va à l'encontre de l'éthique religieuse au Maroc. Alors, je parle, je vais simplifier. Mon père, Narahmou, était un fervent musulman, comme toute la plupart des Marocains. Elle était très pratiquant, qui vivait à l'ancienne Médina, à proximité d'une mosquée. Alors, à l'époque, il y a 30 ans ou plus, c'était praticable, la religion, c'est... Alors qu'aujourd'hui, c'est comment? C'est le retour, pas de religieux, c'est le retour de la folie. La folie au nom de l'islam, au nom des pratiques religieuses. Comment expliquez-vous l'appel de la prière dans un haut-parleur au plein milieu de la nuit? Moi, j'ai fait mes protestations aux gens qui sont dans cette mosquée, alors ils ne tiennent pas compte, ils me considèrent comme un athée, quelque chose comme ça. Alors moi je ne suis pas athée, je suis déiste, j'aime Dieu, j'aime tout le monde, mais je ne suis pas pratiquant. Et quand je ressens cette pression sur le Marocain pour qu'il soit musulman, malgré lui, pour qu'il soit pratiquant, je trouve que c'est de la dictature religieuse. Pardon. Merci, on a bien compris votre question. Merci. من خلال ما جاء في المحاضرة هو أن حاليا ومؤخرا هو أن اكتساح الإسلام لمساحات كثيرة في العالم، هل هو دين حقيقي هذا الاكتساح لهذا الوجه الجديد؟ ثم ما هو الهدف؟ لأن دائما في الصراع الديني السياسي، ما هو الهدف في خلق فكرة الإسلاموفوبي وربط هذا التخوف من الدين الإسلامي ربطوا بالجماعات القاعدية وغيرها كتخويف، واتخاذ بعض الدول قرارات منع الإشارات الدينية في بعض المؤسسات، كذلك تلفيق بعض التهم من بعض الناس اللي يحاولوا ينوروا الدين الإسلامي بشكله الحقيقي بين قوسين يمكن نطلق كونفرنس طالق رمضان، وبعض الجمعيات التي هي مسيسة دينيا في تسيير بعض المساجد في العالم العربي. ثم هناك استراتيجيات لمحاربة الإسلام، سواء عن طريق التواصل الاجتماعي على شكل ميساج رسائل، إن لم ترددها 10 مرات سترى، وكذا تتشكك في الدين وتفقد ثقتك في الدين،
لهذا الطموح الأستاذ أن يعيد لنا الصورة الحقيقية لهذا الدين الجديد الإسلام الجديد، هل هو بشكل الدين الحقيقي أم هو موجه أو مزيف على الأساس بالتداعي لا توليرانس وما معها. شكرا. شكرا سي عبد الله. سؤال لك بعدو سيدي سماء مغني حلو دكتوراه في العلاقات الدولية والسياسة وما جاور العرض فعلا قيم كنت كنتظر أنايا يعني التحولات انعكاسات ديالها على السياسة الحالية والعلاقات المجتمعية والدولية الحالية يعني جوج حوايج مهمين كاين مسألة ديال الدين كومون السياسة الدينية يعني الأحزاب الدينية اللي كتطلع باش تكتسح السياسة هذا مهم جدا لأن حنا كنعرفو هذا الإسلام السياسي ولكن تراجع من بعد ما بكز وطلعوا أحزاب دينية وخذوا البوار ولو كيتراجعوا الآن هذه النقطة الأولى ثانية المسألة ديال التروريزم الإسلامي اللي كيسميهم هما الغرب التروريزم الإسلامي هذو شي حوايج مهمين خاصنا نفهموا التحليل ديالهم ونعرفوا الانعكاسات ديالهم خصوصا على المجتمعات العربية والإسلامية خصوصا السؤال ديالي أنايا يعني واش تكلمتوا على لو غوتور دو ريليجي لو غوتور دو كريستيانيزم لو غوتور دو واش هذاك لو غوتور ديال الكريستيانيزم ماشي هو النتيجة ديال هاد لا مونتي دو الإسلاميزم لا مونتي دو الإسلاميزم دون لو موند اونتيي وهما خايفين هل الإسلام يكتسح العالم رمخيني منه أنتم شتو دابا شنو وقع ديكاتلون باغيين يديروا لباس رياضي الديني لباس رياضي الديني وتراجعت تنازلت عن لا ولكن علاش تنازل لأن دائما الهدف اقتصادي ماشي ديني الدين هو دائما يسوق من أجل أهداف أخرى إما سياسية أو اقتصادية أو عسكرية أو هيدا والنقطة مهمة جدا اللي كنلقى أن هاد الإسلاميين جو ديغي إسلاميين كيتاجروا في هاد المسألة ديال الدين هادي راه تجارة بالدين هاد الديكاتلون اللي سيديو هادشي راه تجارة بالدين يعني هاد بزاف ديال الأحزاب الدينية اللي باغية تكتسح البوفوار هذا اللي تيشغل بالدين هذا سميه تجارة بالدين خصهم يبقاو في البوفوار لأن الإنسان في البوفوار راه فيه ما يدار دونك السؤال ديالي راه مهم راه العلمانية راه مزيانة أنا كنشوف العلمانية مزيانة علاش لأن كتفصل الدين شنو هو في قلبي إيماني بيني وبين الله ولكن السياسة خصها تبقى خارجة طبعا احنا المغرب ما نحناش حنا امارات المؤمنين احنا مزيان لينا امارات المؤمنين لان داخله في جذور اذا لا نفسي لا لا مزيان لا نفسي قال لا الى نفصلوا راه ما مزالش قلنا لا بلا هذه غير باش معك ان في نوع من التناقض في الطرح لا باش تناقض انا بغيت نشرح خليو الاستاذ يجاوب راه فهم سؤالك راه واضح ياك انا عندي راه مجموعه ديال الاسئله ولكن كلها تتقاطع يمكن تصفها باجمال وتعاود لنا محاضره جديده في الحقيقه لان هذه الاشكالات كلها تنبئ بان هناك مازال مناطق كنسميوها ضبابيه لي زون دون تفضل سيدي ادريس صحيح شكرا يعني كما قال الاستاذ عبد الله كاين مناطق ديال دائما خاصه في موضوع الدين هناك مناطق ديال والنقاش اليوم حول الدين
يعني يظهر بأن الدين هو حاجة كل الوقت هو مشكلة. إلا لا يجب أن ننسى أن هذا تهمم أو هذا الاهتمام بالحديث الكثير عن الدين المتدين العلماني، لأن العلماني لا يتحدث عن العلماني، العلماني يتحدث عن الدين، والملحد، الملحد لا يتحدث عن الإلحاد، الملحد يتحدث عن الدين، الجميع يتحدث عن الدين. الدين يشغل الفضاء العام اليوم بغينا أو كرهنا، حتى الذين لا يرضون الدين ولا يؤذنون يتحدثون في الدين، يتحدثون باعتبار أنهم يرفضون الدين. إذن الدين حاضر، ولا أحتاج أن أقول كلام آخر أنه فلان كونسيونس أو كذا ولا هذا لا يهمني، لكن على المستوى العقلاني، على المستوى البنية السطحية الاجتماعية، التداول الثقافي الفكري، الأمر موجود لا جدال فيه حقيقة. يعني علميا يجب أن نقر به، إذا لم نكن نقر به يجب أن نعود إلى المراجع وإلى المصادر ونتأكد ونأخذ وقتنا حتى نقر به أو لا، يعني بشكل عقلاني إما نرفضه أو لا نرفضه ولكن عن بينة. ولذلك يعني فيما يتعلق بالأستاذ الذي قال أنه يعني كان ممكن أرجع إلى جاك ديريدا مثلا، ليس من ضمني أن أرجع إلى ديريدا أو غيره، ولكن هناك مشكلة، هناك مشكلة كبيرة جدا أنا كثيرا ما يعني أحيل عليها، ويعني أجد فعلا أن عندنا إشكالية كبيرة جدا فيما يسبب بعلوم الإنسانية في العالم العربي وفيما يتعلق يعني بين قوسين بالعقل العربي. هناك مشكلة كبيرة جدا، وهو استيراد المفاهيم والتعامل معها على أساس أنها أصنام، ولا أساس أن ما يصلح في إيرلندا يصلح في الرباط، وهذه هي المشكلة الكبيرة لدينا. عندما يتحدث جاك ديريدا، أنا أعطيت كتاب جاك ديريدا لم يكتب كثيرا في الدين، بالعكس هو رجل كان ملحدا وكان عنده يعني فكرة التفكيك الديسيميناسيون، يعني تكسير كل الطابوات وتكسير كل الإيديولوجيات، أي شيء يعني صلب ومنسجم وفيه عقيدة معينة سواء كانت علم سواء كان يعني هو يكسرها بمعنى المعاني، كان عدميا. لكن لديه كتاب صغير جدا وهو مهم، عنوانه لو جويف إلوموا. فعندما يتحدث ديريدا عن لا ريليجيون يتحدث عن اليهودية، يجب أن يعني هذا هو المشكلة التي قلت في العقل العربي وفي العلوم الإنسانية. يعني عندما يتحدث شخص ما عن الدين لا يجب أن ألبس يعني أفكاره ويتحدث عن دينه هو. عندما يتحدث يعني أنا أرندت الألمانية مثلا عندما تحدث عن الدين أو كذا وكذا، يتحدث عن اليهودية أو يعني مجموعة من الفلاسفة الألمان، يتحدث عن تجربتهم الشخصية. فلا يجب أن أسحب مفهوما على مفهوم آخر، يعني لا يجب أن أكون ظالما من الناحية العلمية وأسحب يعني فكرة شخص معين عن يهوديته على البوذي أو على المسلم أو على يعني السيخي، هذا لا يجوز. يعني كل تجربة خاصة التجربة الدينية كما يقولها هنا أنفسهم تجربة شخصية، فكيف هي تجربة شخصية ثم تسحب فكرتك أو أنت كيهودي أو مسيحي أو كمسلم على الآخر؟ يعني لأن هناك مشكل في الحدود العلمية بين الحقول المعرفية. فيما يتعلق بالعلم ايضا هذه يعني احدى المشكلات التي تثار، وانا باعتقادي يعني مزيفه، هذه قضيه مزيفه في العالم العربي الاسلامي. بالنسبه للدكتوره الفاضله انا اقول ان العالم العربي ليس فيه علمانيه، العالم العربي فيه علمانيون نعم، لكن ليس فيه علمانيه. انت لا تجد تنظيم يعني نظاما سياسيا معينا يقول انا نظام علماني، هذا لم يكن موجود حتى في الانظمه يعني المشرقيه يعني في العراق وفي التي حكم حزب البعث وسوريا الى اخره، لا يعني كانت هناك سياسات ضد الدين نوعا معين، لكن الانظمه لم تكن تفر بانها يعني تفصل الدين عن الدوله او انها يعني انظمه علمانيه. وبالتالي حتى الانظمه العلمانيه، الاستاذ طرح قضيه صدام حسين مثلا، حتى الانظمه العلمانيه يعني كانت تلجا الى الدين دائما في حالات. احنا نعرف ان يعني جمال عبد الناصر طالما كان يبرر جميع مواقفه تجاه امريكا واسرائيل بالهزيمه في 67 الى اخره بالدين، وكان ياتي بعلماء من الازهر لكي يصوغوا سياساته. اذا الدين حاضر، يعني لا يمكن ان تفصل بين الدين وبين السياسه. فيما يتعلق بالعلاقه بين العلم والدين، هذا ايضا
من الإشكاليات الغربية التي تحط داخل الغرب وهي لا تهم يعني نحن كمسلمين لا تهمنا في شيء. يعني إذا قارنا بين التاريخ الأوروبي المسيحي والتاريخ المسلمين سوف نجد يعني فجوة واسعة جدا لا توجد على يعني لا ليس هناك قاسم مشترك على الإطلاق. وهذا نقول أنا شخصيا أو يقول أي عربي يقوله الأوروبيون البحاجة يعني الناس المزهاء الذي يتبحروا في التاريخ يقولون هذا الكلام يعني بالأدلة وبالمعطيات وبالصور وبالمخطوطات إلى آخره. المسلمون لم تكن لديهم أبدا عقدة من الدين، كان طبيعيا في أوروبا يعني بالعكس يعني العلمانية في أوروبا كانت رحمة بالعباد، هذه مسألة يجب أن نقرر. في أوروبا كانت العلمانية رحمة بالناس، يعني لولا العلمانية يعني لا استمرت الكنيسة في استبدادها ولا استمر يعني التخلف والمحاكم التفتيش إلى آخره. إذن العلمانية كانت متنفس للناس، ولذلك تمرد العلماء على الكنيسة لأن الكنيسة كانت يعني ترفض الدين وتؤمن بأن يعني ترفض العلم ويعني يعني تقول بأن يعني الحقيقة العلمية موجودة داخل الأناجيل والحقيقة ما يقولها البابا. ومعروف أن يعني في كونسيل ترونت المجمع في القرن السادس عشر كان في القرارات التي أصدرها وأن البابا كلامه يعني حقيقة مخوض من المسيح وانعكاس المسيح الجيل لا يجب. إذن هو دين وعلم في نفس الوقت، بينما نحن يعني الكتاب الأول يعني القرآن ماذا يقول؟ هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. يعني البرهان يعني الإكسبيريونس، لو وصلت إلى نتيجة معينة انطلاقا فذلك هو الحق. لم تكن يعني ظهر علماء بالآلاف في العالم والمرحلة التي يسميها الغربيون العصور الوسطى لم تكن عصورا وسطى في العالم الإسلامي، كان بالعكس يعني مرحلة التنوير كانت مرحلة التنوير الديني ومرحلة التنوير العلمي. فيما يتعلق يعني بإسلام الدين الجديد الجديدات لكم مرة في سنة 1990 كان المرحوم مراد هوفمان الفيلسوف الألماني يعني قال لي مرة يعني في لقاء ما أن يعني الدين سوف يأتي من الغرب. يعني هذا رجل كان بحاجة وكان له كتب كثيرة ودرس الإسلام في أوروبا، فكان يقول بأن الإسلام سيأتي من الغرب. وهذه يعني أنا أعتقد أنه من العناصر الإيجابية في الإسلام، لأنه لا يجب أن ننسى أن الإسلام كان دائما يقول حسن الترابي أن الإسلام كالماء والبيئة الثقافية مثل الوعاء تأخذ اللون الذي تضعه فيه. الإسلام العربي شكل والإسلام الأسيوي شكل والإسلام الأوروبي شكل، لا أقول الإسلام بمعنى العقيدة لكن الإسلام بمعنى الثقافة والتقاليد. ولذلك هذا من الحسنات الإسلام الحديث المعاصر القادم لأنه سوف يتشرب المبادئ الليبرالية حقوق الإنسان والتعددية والتعايش والانفتاح إلى الآخرين. إنما المشكلة إلى أي حد يسمح لهذا الإسلام أن يبني هذه القيم، ولا أي حد تسمح الليبرالية الأوروبية بأن لا يكون الإسلام منافسا لها. هذا هو المشكل الرئيسي، لأن الليبرالية الأوروبية تعتقد أن هي التي قادت البشرية إلى الخلاص التي جاءت بهذه المبادئ. أدي أنك يعني قليلا ما تجد شخصا تقنعه بأن الإسلام صدق إلى حق الإنسان أو كذا إلى آخره، أو إلى التعددية الدينية أو الديمقراطية إلى آخره. بمعنى أن هناك نوع من الهيمنة حتى يعني على المستوى الثقافي والمعرفي، هناك محاولة للهيمنة على الأفكار وترميطها وتأطيرها وتوجيه في مصالح معينة، لأن انهيار هذه المفاهيم والقول بأن يعني هذه الأفكار يعني مصدرها الثقافة الآسيوية أو الصينية أو الإسلامية معنى أنك تكرس أنك تكسر الهيمنة الغربية وليبوسنتريزم ديال أوروبا، ذلك التمركز يعني القومي والديني حول الذات. شكرا سيدي إدريس على هذه التوضيحات. هل هناك من أسئلة؟ نعم في أستاذ. La conférence est surtout sur les questions qui ont émaillé un petit peu et le débat. Il faut quand même qu'il partage avec nous.
تفضل استاذ. مساء الخير مصطفى طارق استاذ المسرح وشاغر. سؤالي كالتالي، هناك يعني نلاحظ ان هناك غزو للعولمه بطبيعه الحال بدفع بطبيعه الحال الولايات المتحده للهيمنه على العالم بهذا المنطق، العولمه كاسلوب حياه كثقافه الى اخره، وهناك طموح ان تتحول الى عقيده استهلاك. الى اي حد يمكن ان يصل الصراع بين الديانات السماوية والعولمة، وبالخصوص بين العولمة والإسلام؟ هذا هو السؤال، شكرا. أستاذ. شكرا أستاذ درسك المبي، أتحفنا بعرض مكثف حول انتقادات الفكر المعاصر أو المفكرين المعاصرين لمسألة الدين وعودة الدين، لكنني أريد أن أسطر على شيء مهم جدا، خصوصا نقاش باحثين يجب التمييز ما بين الدين والتدين. الدين شيء ثابت، ويمكن أستاذي سعد الله الشريف أن يتحفنا بما هو الدين، ليس فقط الإسلام فقط، بل الديانات الثلاث التوحيدية من الإسلام. والدين هو الإسلام، والدين من آدم إلى سيدنا محمد، والدين هو الإسلام بكلياته كلها تتحد، والجزئيات تختلف. لكن مفهوم الدين لدى المسيحيين شيء، ولدى اليهود ولدى المسلمين شيء آخر. أنا أميز ما بين التدين والدين. ما أتحفنا به الأستاذ إدريس قنبوري، إذا شئت أن ألخص ما قاله أو أن أعطي سنتاز سور سون ديسكور سون العرض الذي قدمه، هو الخوف من عودة الدين. لأنه جمع لنا مجموعة من الأقوال من سيتاسيون لكثير من ويركز على فكرته أنه ما استنتجه أنه في أوروبا هناك خوف من عودة الدين. وذكر بيير بورديو، هو عالم اجتماعي كبير للقرن العشرين. ذكرت الأستاذ القربوني على أن اتساع مساحة الدين تقلص مساحة الدولة. أنا لم أقرأ ذلك عند بورديو، ما قرأته هو أن هناك ديانة حديثة في أوروبا هي الفن، هي عشق، هي تابلو، ثم أن الرسم كيوصل لواحد الثمن غالي جدا، وهناك مجموعة من المثقفين ومن الطبقة الأرستقراطية تعتبر اقتنان الآثار الفنية ليس فقط للتابلو والرسم إلى آخره، هناك النحت إلى آخره، وهناك ديانة. إذا حينما يكون هناك عشق وتماهي دون فكر دون عقلانية، تصبح الممارسة الدينية، الحب نفسه يصبح حينما يذهب بعيدا في حب الوطن وحب المتصوف الدين حب الدين حب حب لله. شكرا. إذن يعني أسطر على التمييز ما بين التدين والدين. الدين لله، ما كان يقول محمد عبد الدين لله والوطن للجميع. التدين هو ما نمارسه اعتقادا منا أننا فهمنا الدين بطريقة معينة. ما يقدم اليوم هو تدين وهو ليس بالضرورة انعكاسا سليما لمحتوى الدين. كلنا نعرف ما يمارسه المغاربة يوم الجمعة وأيام الأعياد إلى آخره، وسواء في أوروبا هناك كثير من الجالية الأوروبية التي تحتج لماذا لا يسمحون لها بأن تصلي في الشارع العمومي والضوء الأحمر فوق رأسها، والميدان العمومي هو ليس ملكا
لها تعامل له مكانه الخاص ليس أينما. إذن أنا أصدر على أستاذ القربولي يجب التمييز ما بين التدين والدين، يجب عدم خلط المفاهيم. ما أريد أن أصدر عليه هو مسألة المفاهيم. اليوم حينما نناقش، وهزمه أنه لم يذهب إلى نقاش ما يجري في العالم العربي لا مشينا حتى دخلنا ما ممارسة التدين في العالم الإسلامي وفي العالم في المغرب بلا إنه المسألة الثانية هي لا laïcité et la sécurité. La laïcité, bien sûr, العلمانية، والعلمانية ليست كافرة، ليست ضد الدين. العلمانية تجعل الديانات كلها على مستوى واحد. في كل الدول الأوروبية تعطى منح لكل الديانات، بما فيها الديانة الإسلامية. سي عبد الله يعرف ما يمارسه المغاربة في السويد والنرويج والدنمارك لتعداد المساعدات إلى آخره، وذلك ليس إلا اليهود لهم جمعية واحدة، والمسلمون لهم عدة جمعيات لكي يستلموا عدة مساعدات، وهذا ليس من الدين في شيء، هذا تدين في شكل آخر. هناك مشكلة. إذا العلمانية ومحمد عبد الجبري يشرح ذلك ويقف متأملا لمفهوم العلمانية والليسيتي، لأن كلمة ليسيتي في اللغات الأوروبية شيء، وكلمة علمانية تحيل على العلم، تحيل على العلم. يمكن أن نرجع إلى ذلك. بالنسبة للسيكولاريتي هي درجة من درجات التحول من هيمنة الكنيسة والسياسة، يعني تحالف كنيسة والسياسة، فيغ الليسيتي هي الدنيوية. السيكولاريتي ما نعيشه في المغرب وفي العالم العربي، حتى لا أقول الإسلامي لأنني لا أعرفه جيدا، هو دنيوية كثير من المفاهيم وكثير من الممارسات. أوليفيا كاري كان في أطروحته حول المناهج التربوية في سوريا طرح السؤال: هل سوريا الأسد قبل الأب حافظ الأسد، هل المناهج التعليمية كانت مناهج لائكية باعتبار أن حافظ الأسد وناصر إلى آخره كانوا رائدين للقومية العربية وكانت تتمسح القومية العربية باللائكية وتعادي المتدينين، ومنهم حسن البنا هو مؤسس الإخوان المسلمين فيما بعد إعدام حسن البنا ليش مؤسس؟ حسن البنا تقد الهلالي تقد الهلالي لا وكذا على مصر قصر حسن البنا حسن البنا 28 ثم سيد قطب الذي أعدمه عبد الناصر. أوليفي كاري ما يهمنا هو التحليل السوسيولوجي. أوليفي كاري استطاع أن يصل إلى أن لمانيوال سكولير المقررات الدراسية التي تدرس في سوريا حافظ الأسد هي مقررات مشحونة بنوع من التدين، مشحونة من الدين وجاءت بعده الأطروحة حول لأبو شديد لخطاب جمال عبد الناصر، وبينت أن في خطاب عبد الناصر كما قال زميلي وأخي سيدروس إدريس القربولي مشحونة بالدين. يبقى السؤال الذي طرحه الأخ القربولي هو عدم صراع الديانات. يجب أن يكون هناك تأخي ما بين الديانات الثلاث، وربما نضيف البوذية لأن الله والله في كل الديانات، ليس هناك إله. ديانات السماوية توحيدية،
الديانات السماوية التوحيدية، ولكن حتى مع البوذية يمكن أن تكون هناك طريق رغم ماشي من البداية إلى النهاية. اعتقادات مش أديان. سي دي تراديسيون. المهم ان مونتي توك استطاع بواسطه الكليه وبواسطه المعتقدات الدينيه ان يقوم بثوره في الصين، ومن اكبر الثورات التي حولت الصين سنه 48، ثم ان الثوره الفرنسيه 1789 اخذت الكثير من المفاهيم الدينيه، وهي ترفع الشعار اللائكيه، المذبح، الاستشهاد الى اخره من المفاهيم. انا ما اريد التصدير عليه وسؤال بفضلك باش لا انا غير تعقيب سمعي غير تعقيب مازال خصو يجاوب. لا انا اتمم ما قاله الاستاذ الكبولي واشكره لانه اعطانا زخما من السيتاسيون التي ارجعتنا الى النقاشات التي في اوروبا. وشكرا لك. شكرا لك استاذ عبد الله الكبولي. نسقى اخر السؤال باش نعملو غير سنتيز من بعد الفرنسيه المتخمي انطوان. وفي الحقيقه يعني نقاش مهم نعملو سنتيز اون فرونسي بو كول يعني الاستاذ حوري على النقاش اللي خلق نقاش وفضاء لي على شيء مهم جدا. صحيح ان للاسف لم اقرا دراسه ابن كاري، لكن نفس الكلام قال واحد المصري في كتاب لي فريغ ميزولمون 1928 1982، وبالحق هذا يعني كتاب كتب في بدايه الثمانينات ومازال لحد الان يعني الكتاب جدا. وانا اتساءل دائما لماذا لم يطبع من جديد؟ تظهر كتب كثير عن لي فريغ ميزولمون الا ولي كاري يعني مريض اختفى منذ تلك الفتره. مريض كان عنده اطروحات قيمه جدا وقال نفس الكلام. قال عبد الناصر يعني في اطار صراع بين الاخوان المسلمين رغم داعي الاشتراكيه والعلمانيه حاول ان يسحب الارث الرمزي للاخوان المسلمين من خلال الاستثمار اكثر في الدين. ولذلك يعني استقطب كثير من حسن بن محمد تجنب كما قلتم الغوص في قضايا الراهن العربي، لاننا يعني لن نخرج بالتالي يعني المشكلات كثيرة جدا، وكلما حاولنا أن نقترب من القضايا ويعني ارتئينا أنه تم الحسم إلا وبدأت كذلك اللعبة الروسية، يعني بدأ يعني كالبصل كلما نزعت قشرة ظهرت قشرة أخرى. إذن المشكل معقد في العالم العربي. إنما أنا في اعتقادي أن كل ما يحصل اليوم هو عنصر صحي فيما يتعلق ببناء منظومة عقدية ودينية مستقبلية، لأن هذا الاضطراب الذي نعيش في العالم العربي تحت سيطرة الإرهاب والتطرف والعنف كله يعني سوف يفرز لاحقا صورة مشرقة للإسلام. نحن نلاحظ يعني مفارقات، يجب أن نقول هذا، مفارقات حتى في أوروبا نفسها. يعني كلما الإحصائيات يعني الصحافة الغربية تقول هذا الكلام، يعني كلما حصلت تفجيرات إرهابية باسم الدين كلما توجه الأوروبيون إلى دراسة الإسلام، حتى أنه يقال أنه بعد تفجيرات سبتمبر 11 سبتمبر كثير من الأوروبيين يعني اعتنقوا الإسلام لأنهم ذهبوا توجهوا إلى البحث فيه ومعرفة. إذا هذه يعني كما يقال الله ينصر احيانا اصحابه ينصر احيانا دينه بالظالم، فهذا الارهاب والعنف كله يعني مستقبلا سوف يفرز لنا تصورا، لان هذا سوف يدفع الكثير من الشباب الى تصحيح المفاهيم والى التساؤل من اين ياتي هذا التخريب ومن اين ياتي هذا العنف. فاذا عرف من اين ياتي العنف سوف يعرف من اين ياتي السلام ومن اين تاتي المحبه. لا يمكن ان تعرف مصادر العنف اذا لم تكن تعرف مصادر الاخاء والتعايش مع الاخرين. مشكله الدين اليوم هي مشكله معقده ومركبه. ما يزيد في هذه المشكله وانه داخل المسيحيه ليست لديك انت كمسلم او كغير مسلم ليست لديك قبله معينه تتوجه اليها، ليست لك سلطه يعني دينيه في اوروبا. هذا هو المشكل، لان البلدان الاوروبيه بلدان يعني علمانيه على الاقل على المستوى الرسمي على المستوى القانوني، والكنيسه والفاتيكان لا تقرر في السياسات الحكوميه داخل
اوروبا عكس يعني في العالم الاسلامي عند لدينا مؤسسات دينيه، لدينا يعني انظمه مثل مؤسسات المؤمنين في المغرب يمكن ان تعطي وجهه نظر حول الاسلام وحول التعايش مع الاخرين انطلاقا من المعطيات الدينيه، وهذا ما يعقد يعني مشكله ما يسمى بحوار الاديان، لان الاخر ليست لديه سلطه، ليست لديه يعني قدره على فرض قراراته، انت عندما تتحاور مع يعني القساوسه او رجال دين يهود الى اخره، ليست لديك جهه معينه يمكن لهذه الاتجاهات الدينيه ان توجه مجموعة من التوصيات او كذلك تاخذ بها عكس ما يقع في العالم الاسلامي، ولذلك انا اعتقد ان هذا الامر سوف يظل مفتوحا مستقبلا. سوف نعيش للاسف الشديد سوف نعيش تدافعا كبيرا على الصعيد الديني، يعني هذه حقيقه يعني يجب ان نقر بها وان يعني نتعامل معها كشيء طبيعي، لان اليوم نعيش تحولات كبرى، واحيانا يعني هذه التحولات الكبرى تاريخيا ومجموعه من المؤرخين يعني تون بونبي وديورانت في قصه الحضاره، مجموعه من المؤرخين يقولون ان يعني كل قرن من الزمن كل 100 سنه يخضع العالم لتحولات عميقه. انا اعتقد انه منذ انهيار الامبراطوريه العثمانيه الى اليوم نحن الان تجاوزنا 100 سنه، المسلمون يتساءلون عن موقعهم، اوروبا ايضا تتساءل عن ما هو مستقبل المسيحيه، هناك حاله من الاضطراب، حاله من التيهان والدوخان الذي يعيشها المسلمين، بدليل ان مجموعه من الشباب الابرياء يذهبون يعني ضحيه جماعه العنف التي تحاول ان تقدم لهم تصورات يعني بيضاء ونورانيه حول المستقبل، حول انتصار الاسلام بشكل خاطئ، يعني كما يقول احدهم هي معركه صحيحه لكن في موقع الغلط. ولذلك انا في اعتقادي ان الدوله اليوم يجب الدوله العربيه يجب ان تنخرط بشكل فعلي وعملي في المساله الدينيه، والمغرب ولله الحمد يشير بشكل يعني طبيعي وبشكل تدريجي في هذا الاتجاه، لانه لا يمكن متعلق يعني بالعلمانيه استاذ انا قبل سنتين في يعني مؤتمر في عمان في الاردن قدمت يعني ورقه فيها اطروحه حول المغرب، قلت ان هناك اتفاق في المغرب على اساس الفصل بين الدين والدوله في المجتمع، لكن اتفاق على الجمع بين الدين والدوله بين الدين والسياسه على مستوى الدوله، وهذا هو الذي يحررنا من مجموعه من التبعات، لان هذا الراسمال الرمزي عندما تتركه في المجتمع تتقاذفه الاقدام وتتلاعبه بالتيارات السياسيه سواء كانت اسلاميه او غير اسلاميه، لان الاخر لديه الحق ايضا في ان يتبنى خطابا دينيا سواء كان علمانيا او يساريا، واعتباري مسلما لديه الحق في ان يتبنى اسلاما يسمي عصرانيا يعني يسمي حداثيا يعني يسمي اسلام الى اخره ذلك شغله. فاذا لم نقم يعني جماعه بهذا المشروع الكبير وسحب هذا الراسمال الرمزي من التوظيف السياسي ووضعه بيد امينه سوف يعني نصل الى الحائط. شكرا. شكرا سي ادريس على هذه التعقيبات الجد ايجابيه. كما قلت قبل كلامه يحضر معنا اخ اوبان فلولي وهو لا يتكلم اللغه العربيه. Ce que je voudrais juste dire très succinctement, c'est que l'idée maîtresse développée par Dr. Kaboury, c'est qu'aujourd'hui, on assiste à un retour très fort, particulièrement en Occident, de la fibre religieuse, de la sensibilité religieuse. Des pays qui ont opéré un retour depuis très longtemps, qui ont opéré un croisement, qui ont opéré un abandon, soi-disant, total de la religion au profit du sécularisme, mais qu'aujourd'hui, on assiste à un retour très fort. Et Sidris explique ce retour par deux phénomènes importants. Le premier phénomène, c'est l'immigration. Cette immigration qui, aujourd'hui, selon ces théoriciens, inonde les pays occidentaux avec un élément qui est étranger et en plus, il est porteur
d'une culture, d'une civilisation, d'une tradition, d'une foi musulmane. Et qui, avec l'expansion démographique, avec le taux de natalité qui est très élevé chez les musulmans, très rapidement, ils vont submerger les sociétés occidentales, ils vont devenir majoritaires, et donc ils vont prendre le pouvoir en Occident. Le deuxième élément énuméré par Sidris, et qui était aussi un facteur déterminant, c'est l'aspect extrémiste ou ce qu'il a dit comme les actes de terrorisme. Et il a cité particulièrement les événements du 11 septembre et qui ont été un déclencheur, qui ont poussé beaucoup de pays, beaucoup de politiciens, beaucoup de théoriciens à se remettre en question et à se poser des questions existentielles. Est-ce qu'aujourd'hui nous sommes à l'abri de cet envahisseur? Est-ce que nous sommes aujourd'hui à l'abri de ces actes extrémistes? Est-ce que nous sommes sécurisés? Et c'est une question qui les a poussés à commencer à développer cette thèse qui met en avant la fibre religieuse, parce que un autre phénomène qu'il a cité mais qu'il n'a pas mis parmi les deux points essentiels, c'est qu'il y a aujourd'hui des conversions. Il y a beaucoup de conversions vers l'islam. Bon, j'appelle ça pas, je ne l'appelle pas comme conversion, mais j'appelle une transcendance. Parce que finalement, on part d'un principe et on continue dans la même lancée. Donc c'est une transcendance. Et ça, ça menace aujourd'hui la stabilité, et particulièrement l'héritage culturel chrétien, aussi bien catholique que protestant, de l'Europe. Des pays qui avancent la laïcité comme un socle, mais dans la majorité de ces pays, sont profondément religieux. Avoir les fêtes religieuses, avoir les événements qu'ils célèbrent de manière religieuse, avoir que le billet du dollar, où il y a toujours écrit en haut, « God bless America », que Dieu protège l'Amérique. Ça veut dire qu'il y a toujours cette foi, cette conviction, cette profonde croyance en la religion. Et aujourd'hui, ce retour est exprimé, est expliqué, est justifié, particulièrement par la peur de l'autre, par la peur de l'islam, par la peur de cette nouvelle culture qui arrive. La majorité des questions ont tourné dans leur ensemble sur le sens de la laïcité. Est-ce que cette laïcité a servi ces pays-là? Est-ce qu'elle serait convenable qu'on l'implante chez nous? Moi, peut-être, je vais choquer, ça c'est mon avis, c'est pas l'avis d'El Sidris, mais je vais juste dire que l'islam, dans son essence, est laïque. L'islam, dans son essence, est laïque. Et je vais l'expliquer très simplement. Premier événement phare de l'histoire musulmane après l'émigration du prophète sallallahu alayhi wa sallam de la Mecque à Médine. Il crée un État. Il crée un État. C'est l'État de Médine. Mais ce n'était pas un État religieux. C'était un État civil. Civil. Et la preuve, c'est que la première année de la naissance de cet État, il rédige, le prophète lui-même, avec tous les chefs tribaux, les leaders tribaux, donc les grandes tribus, aussi bien Aws et Khazraj que les trois grandes tribus juives, ils rédigent ensemble une constitution. C'est Sahifat al-Madina, le pacte de Médine, qu'on considère aujourd'hui comme la première constitution de l'humanité. Ça fait 15 siècles qu'ils ont écrit un pacte. Une constitution. Et dans cette constitution, dans les grands points de cette constitution, donc les grands articles, c'est que l'espace public est pour tout le monde. Les lieux de religion, c'est-à-dire les synagogues, les religions, sont sous la protection de l'ensemble de la communauté médinoise. Ça veut dire quoi? Il a déterminé un concept que récemment, l'Europe ou l'Occident commence à le développer et à le mettre en lumière. C'est que le prophète a développé le concept d'appartenance. La seule ou le seul socle d'appartenance à la communauté, c'est la citoyenneté et pas la foi. Et il a dit tout simplement dans un article, tous les habitants de Médine, aussi bien musulmans que juifs, que chrétiens, parce qu'il y avait des chrétiens, que les hypocrites, que les agnostiques, il a dit, ils sont sur le même pied d'égalité, soumis à la dualité du droit et du devoir. Et ça, on l'explique tout simplement dans la sociologie moderne comme citoyenneté. Et aujourd'hui, c'est un concept en Occident qui est largement utilisé, qui est largement revendiqué, mais que ça fait 15 siècles que nous l'avons. Mais par contre, nous l'avons oublié. Nous l'avons caché. Et on a mis en avant d'autres parce que ça nous arrangeait.
Et ça me ramène à Dr. Mahlou pour lui dire que, finalement, la religion était mise en avant parce qu'elle servait la communauté. Elle servait l'individu et la communauté. Mais on a instrumentalisé la religion au service de la politique. Alors que c'est la politique qui doit être au service de la religion, parce que la religion c'est un ensemble de principes, c'est un ensemble de vertus, c'est un ensemble de fondements qui harmonisent et qui rapprochent les gens et qui organisent la vie communautaire sur des bases saines, des bases solides, des bases claires et sont des bases de valeurs. Et c'est pour ça que tout à l'heure j'ai dit l'amour et la religion. La définition de la religion c'est l'amour. Et malheureusement, parce que ça ne nous arrangeait pas et qu'on voulait exploiter ça et on voulait avoir d'autres finalités, eh bien, on a instrumentalisé la religion et on l'a mise au service de la politique pour justement atteindre ses buts politiques. Et donc, on a dévoyé la religion et donc on a été à coup. Voilà une petite synthèse, cher Antoine. Après, maintenant, c'est d'abord. Puis-je me permettre juste une... Une réflexion. D'abord, merci pour cette brillante synthèse. Bon, je vais vous parler exactement Dries Elgambouri, que nous connaissons par ailleurs. Et donc, de ce que j'ai entendu, et la brillante synthèse que je viens d'entendre, montre à quel point il est au cœur des préoccupations dans toute une série de pays. Et l'explication du premier État musulman, est-il appelé musulman ou islamique, on pourrait discuter, parce que musulman, ce serait plutôt référence à une civilisation, islamique plutôt la religion, donc la théologie, la foi, etc. Donc, on peut chipoter sur la terminologie. Mais simplement comme anecdote récente de la profondeur et de l'actualité de ce débat, juste la semaine avant que nous ne venions au Maroc, le peuple de Genève, la Suisse est une canton. Mosaïque de républiques et d'États, etc. Les États où il y a la religion officielle, deux religions officielles, ou reconnaissance de trois religions. Actuellement, il est question de reconnaître aussi l'islam comme une religion dans certains États, dans certains de nos cantons, dans d'autres, c'est inconcevable, parce qu'il y a séparation de l'Église et de l'État dans le modèle français de laïcité. Mais ce modèle de laïcité que vous avez bien commenté, montré les racines, il a aussi une histoire. Effectivement, la laïcité du début du XXe siècle s'inscrivait dans une perspective de paix religieuse, de paix confessionnelle. Et ça a été interprété par certains comme au contraire une guerre contre la religion. La laïcité, en quelque sorte, combattant la religion. L'expression religieuse, mais l'expression religieuse, évidemment, dans l'espace public. Et ce débat a été provoqué en Suisse, et notamment à Genève, mais aussi dans d'autres cantons, à la suite du phénomène que vous avez expliqué. L'immigration, la manifestation de certains groupes ou individus qui se réclament de l'islam, qui se donnent une apparence de conquérants. C'est-à-dire qu'on veut imposer dans cette société où nous sommes arrivés nos propres règles pour les filles, pour les garçons, pour la nourriture, pour la gymnastique, pour toute une série qui interpelle les responsables politiques à tous les niveaux. Et justement, la semaine, il y a maintenant 15 jours, le peuple de Genève a été invité par référendum à s'exprimer à la suite d'une proposition des autorités de mettre un peu d'ordre, de rassurer, dans le sens que tu viens de le dire, c'est-à-dire l'État garantissant la liberté religieuse. Donc maintenant, la laïcité, y compris en France, est perçue comme une garantie des religions, à un moment où effectivement les religions traditionnelles chrétiennes ne sont plus dominantes du tout dans la pratique. C'est devenu même marginal, alors que la religion qui se manifeste même dans l'espace public, c'est les religions exogènes, venant de l'étranger. Donc ça pose des questions d'identité, de société, etc. Alors le peuple s'est prononcé à la suite d'une campagne assez véhémente, les ramadans se sont exprimés,
surtout Hani, parce que l'autre il a un problème avec la justice, qui sont des musulmans, tendance frères musulmans, enfin bref, très 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 à cheval, mais très médiatique. Particulièrement Hani. Oui, très médiatique, et qui justifie certaines pratiques de l'islam, etc., y compris dans notre société, tout en réclamant évidemment le droit du citoyen, du musulman qui veut être citoyen avec tous ses droits de musulman en quelque sorte. C'est un peu des contradictions, c'est assez difficile. Enfin, il y a eu un référendum, un débat public avec la tendance pour s'opposer à cette nouvelle loi de garantie de toutes les religions, mais d'interdire les manifestations excessives dans l'espace public de six religieux. Ça veut dire que les religieuses, les religieux catholiques, chrétiens et de toutes sortes ne peuvent plus être dans l'espace public, ne peuvent pas être enseignants et arborer un signe de leur appartenance religieuse. Ça a été très contesté dans les milieux religieux chrétiens. Et puis, du coup, la motivation au départ, ce n'était pas de lutter contre cela, mais c'était effectivement les revendications d'Hani Ramadan et d'autres, n'est-ce pas, de dire, après tout, nous avons une institutrice, elle peut aller enseigner aux enfants avec son voile, etc. Donc ça interpelle, c'est-à-dire c'est une religieuse qui vient avec son voile dans une école, donc c'est une religieuse. Alors les gosses, ils peuvent se dire, bon, qu'est-ce qu'elle est, de quelle confession? Après, ils prêtent, c'est les musulmans. Enfin, les discussions dans les familles, ça interpelle, ça perturbe d'une certaine façon l'ordre public. Oh, mais le peuple, donc, s'est prononcé. Non. Le peuple a approuvé la nouvelle législation qui, effectivement, interdit tout signe extérieur de religion dans l'espace public, c'est-à-dire pour les fonctionnaires de l'État, pour les enseignants, etc., etc. Mais donc, ceux qui s'opposaient à cette nouvelle législation, parce que c'est une nouvelle législation, ils ont été vaincus. Alors, c'était l'extrême gauche d'un côté et les mouvements islamistes de l'autre. N'est-ce pas ? Donc, ça montre à quel point c'est brûlant, cette actualité. Alors, on a résumé ça à la querelle du voile, mais ça allait bien au-delà, effectivement, parce que ça interpelle. Et comme les Israélites ne peuvent plus venir... un israélite avec son kippa pour enseigner ou des choses de ce genre. N'est pas le mais cas. Pas dans la rue, attention. Ce n'est pas le cas en France. Oui, non, c'est pas dans la rue. Hein. Non, ils ont le droit, n'importe qui a le droit de porter son voile. Alors que dans d'autres régions, près de l'Italie, la région italienne de Suisse, le peuple s'est prononcé sur une loi interdisant toute manifestation de vêtements genre burqa dans les rues. Alors, les offices du tourisme ont été évidemment très préoccupés. Ils sont dit de... Ils reçoivent beaucoup de personnes du Golfe. Exactement. Donc une manne, est-ce que ça va hypothéquer le bac de tourisme? Pas du tout. En quelque sorte, les femmes d'Arabie Saoudite ont peut-être été heureuses de pouvoir voyager librement dans ces rues. Avec leur mari, quand ils étaient convoqués au commissariat, il y a deux, trois cas en fait. Convoqué au commissariat, il a dit voilà, il suffit de s'habiller normalement, puis vous pouvez aller où vous voulez. Voyez, pour vous dire combien il y a parfois des chimères, il y a des fantasmes, et là, ça c'est, en quelque sorte, ça serait comme ça, au cas par cas. C'est l'avantage évidemment d'un pays où tout est très décentralisé, parce qu'on répond aux sensibilités locales. Alors évidemment, la question, moi, qui me préoccupait concernant le Maroc, parce que ce défi, il vient ici. On a entendu un propos, effectivement, la liberté de ne pas pratiquer. Alors, est-ce qu'elle est tolérée, cette liberté de ne pas pratiquer? Jusqu'où? N'est-ce pas? Vous avez maintenant le défi de la migration. J'ai pu constater, effectivement, que les églises qui survivent au Maroc, il y en avait beaucoup autrefois, aujourd'hui, sont occupées par des chrétiens d'Afrique. Donc, comment sont-ils accueillis? Leurs enfants, comment seront-ils accueillis? Parce que chez nous, c'est aussi le problème en Europe de la deuxième, troisième, quatrième génération. Est-ce qu'ils peuvent devenir citoyens? Enfin, toutes ces questions vont être posées
elles sont déjà posées. Elles sont déjà posées. Oui, mais il n'y a pas encore de solution. Parce que c'est récent. Voilà. C'est un phénomène au Maroc qui date de moins de 10 ans, donc voilà. Moins d'une décennie. Exactement. Et on ne peut pas réfléchir voilà. Sur un phénomène en moins d'une décennie. D'où l'intérêt, d'un bon point de vue, c'est intéressant d'avoir cette discussion ouverte ici pour effectivement voir ce qui se passe à l'extérieur, les évolutions, les retours en arrière dans certains États. Il ne faut pas oublier que dans beaucoup d'États européens actuellement, c'est plutôt le rejet. Dans nos pays, ce n'est pas le rejet, c'est comment intégrer le mieux cette population immigrée. Et dans tous les sondages qui ont été faits, que ce soit en France, en Suisse, en Allemagne, 90% de ceux qui se réclament de l'islam sont contre ces mesures réclamées par les extrémistes, le voile et toutes ces choses, des règles spéciales pour ceci. La majorité des croyants ne veulent pas exiger ça de leur milieu où ils se trouvent, puisqu'ils sont intégrés, ils veulent s'intégrer, ils ne veulent pas que leurs enfants soient traités à part et des choses de ce genre. Vous voyez, c'est très complexe pour les pédagogues. Vous êtes responsable d'une école et vous avez ces problèmes à affronter avec les enfants, avec les familles, le voisinage. S'il y a une loi claire, effectivement, ça apaise. Quand il n'y a pas de loi claire, ça crée des complications. En tout cas, je vous félicite pour tous ces bons propos. Et... Moi, je voudrais juste apporter une petite précision. Quand je parlais de laïcité en islam, je parle de la laïcité dans son sens primaire, dans son sens noble, pas dans son sens dévoyé. Quand on a parlé de laïcité au début, on a parlé d'un phénomène, d'un système de vie qui respecte l'altérité, qui respecte la différence et qui donne de l'espace à tout un chacun pour pouvoir vivre dans la dignité sans s'immiscer dans le domaine de l'autre ou sans s'opposer à l'autre. Par contre, le sens dévoyé, et on l'appelle aujourd'hui le laïcisme, on ne parle plus de laïcité. Et c'est le sens, justement, qu'on veut donner à la laïcité dans certains pays en Occident et qui est finalement quoi ? C'est le fait de me reconnaître moi et de refuser à l'autre la reconnaissance. C'est le fait de me permettre moi d'être présent, mais de stigmatiser l'autre. C'est le simple constat de « il n'y a aucun signe distinctif qui doit exister », alors que la diversité est un principe fondateur de l'humanité. C'est un principe fondateur de l'humanité. On est né différent l'un de l'autre. Et c'est cette différence qui fait notre richesse. Elle n'est pas dans l'opposition, mais elle est dans la complémentarité. Elle est même dans la synergie. Mais aujourd'hui, le sens du laïcisme tel qu'il est aujourd'hui déployé dans certains pays, c'est le fait de refuser à l'autre son identité ou carrément de le stigmatiser. Et c'est ça ce qui est refusé. Quand je parle de laïcité en islam, je parle d'un principe noble. C'est de respect de la différence. Et c'est ça le vrai sens de la laïcité. Je te respecte tel que vous êtes. Je te respecte tel que vous êtes né, tel que vous déployez votre vie, et je vous reconnais le droit à la vie, je vous reconnais le droit à la dignité et au respect de votre différence. Vous êtes différent de moi, peut-être dans la croyance, peut-être dans la vie, mais on est semblable dans la nature et dans la constitution. C'est ça le vrai sens de la laïcité que malheureusement, aujourd'hui, on occulte et en mettant en avant le laïcisme. Et là, vous me donnez de l'appétit, cher Antoine. Vous me donnez de l'appétit. Vous savez pourquoi ? Je me propose de venir présenter mon livre que j'ai intitulé « L'islam pour l'otage ». J'ai un livre, c'est « L'islam pour l'otage », où je parle justement de ce phénomène, de ceux qui ont pris pour l'otage l'islam, les deux extrémismes, parce qu'il y en a deux. Certains qui ont déployé leur identité et se sont pris seuls ayant le droit de parler au nom de l'islam et l'ont refusé aux autres, et donc ils ont déployé une certaine manière de le voir, de le pratiquer, et c'est ce qu'a dit notre frère, la pratique religieuse, et d'autres qui refusent carrément le droit à l'existence en tant que foi, en tant que religion, en tant que culture et en tant que civilisation, et veulent nous effacer, alors que ce sont les deux extrémistes qui ne sont pas acceptés. Nous voulons le juste milieu, nous voulons la modération, qui est justement l'acceptation de l'altérité, et le principe de différence. Et donc, je me propose de venir le présenter. On attend la prochaine conférence. Merci.